أما ما يذكر ويشاع من أن عبيد الله ابن جحش أنه لم يتنصر، فالجواب عن هذا أن تنصره نسأل الله السلامة والعافية مشهور. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: هاجر عبيد الله ابن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فتنصر، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. انظر، قلت وهذا يوضح ما جاء عند ابن حبان من غير ذكر التنصر، هنا أثبتت من أنه تنصر، أما ما عند ابن حبان فإنه موضح بما هنا. وأما كونه يوصي كما قالوا عند موته بزوجته وبنته حبيبة فهذا مقتضى الطبيعة البشرية. قال ابن عساكر: وما جاء في حديث أن الذي تنصر هو عبد الله بن جحش فهو وهم شنيع، لأن عبد الله بن جحش من أفاضل الصحابة واستشهد يوم أحد، والذي تنصر هو أخوه عبيد الله بغير شك، وهو ما تناقل عنه، يعني ما ذكره ابن عساكر من أنه تنصر وما تواتر نقله عند المؤرخين. وأما قول من يقول بأنه لم يتنصر لأن أبا سفيان لم يحتج على هرقل بردة عبيد الله بن جحش، فالجواب كما قال ابن حجر رحمه الله لما قال هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحد سخطة لدينه؟ قال ابن حجر: يخرج بهذا من ارتد ليس سخطة وإنما لرغبة في غيره كحظ النفسان كما وقع لعبيد الله ابن جحش. أما كون الأسانيد مرسلة كما زعموا فمعلوم أن المنقول عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث وفي التفسير وفي المغازي.